الحقيقة بعتذر لكم عن طول الفاصل، وبعتذر لكم عن في خطأ شوية عندنا هنا، خطأ فني. على ما يعني نبدأ فقراتنا الحوارية، هكون معاكم في اتصال، هنتكلم أكتر عن سد النهضة وعن أزمة سد النهضة وعن الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات اللي بتتم حاليا أو المفاوضات اللي بتتم حاليا في أو برعاية أمريكا. الاتفاقيات دي، الاتفاقية دي وصلت لفين، اللي هي بين مصر والسودان وإثيوبيا. هنعرف أكتر عن اتفاقيات سد النهضة برعاية أمريكية من دكتور علي عطية مسعود، عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة بني سويف. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم، منورنا. أهلا بك يا فندم، سعداء بحضرتك. إحنا أسعد يا فندم. الاتفاقية أو المفاوضات اللي برعاية أمريكية اللي بتتم حاليا بقالها فترة بين مصر وأثيوبيا والسودان، وصلت لحد فين يا فندم؟ طيب، هو حقيقي يمكن كان خبر يمكن صادم لينا جميعا، هي رفض أثيوبيا الذهاب لواشنطن للتوقيع على اتفاقية بعد فيما يتعلق بملء بحيرة سد النهضة والبدء في تخزين المياه فيه. ودي يمكن كانت نتيجة لسلسلة من المفاوضات بين مصر، الوفد المصري والسوداني والأثيوبي، لكن في نهاية الأمر أثيوبيا رفضت، وده يمكن ناجم بصورة أساسية على أن أثيوبيا داخلة في انتخابات في المرحلة القادمة. لكن الأساس فيها أنه مصر بمقتضى القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لها حقوق واضحة جدا في مياه النيل، حددتها اتفاقات سابقة مع الجانب الأثيوبي، واتفاقات دولية بتنظم حقوق الدول فيما يتعلق بدول المصب. دي مهمة جدا. الوضع حاليا في موضوع سد النهضة، أولا القيادة المصرية موقفها واضح وصريح جدا، لا مساس بالحقوق المائية للشعب المصري، لا مساس لمقدرات الوطن، لا مساس بحقوق أو الأمن القومي المصري. دي ثوابت عندنا وعند السياسة، القيادة السياسية وجميع طوائف الشعب المصري حقيقي، وأي مصري ينتمي للبلد دي بيقف مع قيادته السياسية لتحقيق تلك المطالب. تعدد أثيوبيا واضح جدا في سواء كان في المفاوضات أو حتى قبل المفاوضات الأخيرة برعاية واشنطن، هي ما يعني منتهجة نهج كسب الوقت، سياسة كسب الوقت لفرض الواقع، ولكن القيادة السياسية في مصر واضحة جدا أنها لم تخضع ولم تخضع المصريين كذلك لأمر واقع، ولم يتم ملء خزان سد النهضة بدون موافقة مصر في إطار تحقيق مصالح العليا لمصر وعدم تهديد الأمن القومي المصري. تمام، حضرتك بتقول إنه إثيوبيا بتكسب وقت علشان تبدأ إن هي تملى السد اللي هو المفروض في يونيو، صح؟ المفروض إن هي تبدأ تملى في يونيو. صحيح. تمام، إن هي لو بدأت قبل ما يتم اتفاق بيننا وبين أثيوبيا وبدأت بالفعل، هل ممكن إن هي تبدأ بالفعل في ملء السد ولا ده مرفوض؟ بص، أقول لحضرتك، هو عادة في النزاعات أو الخلافات، يعني إن شاء الله ما يصلش الأمر للنزاع، ولكن دلوقتي واضح إنه في خلاف، وخلاف صريح وواضح بين الجانب المصري والجانب الأثيوبي، لكن لا أعتقد أن الأمر سيتحول لصراع. ده لسببين. السبب الأول أنه مصر رؤيتها وسرديتها واضحة، عدم الإضرار من قريب أو من بعيد بالمصالح الأثيوبية وحق أثيوبيا في التنمية، ولكن في نفس الوقت عدم الإضرار أو المساس بمقدرات وحقوق مصر في مياه النيل وما يمثله ذلك من أمن قومي. بالزبط. وبالتالي أنا أتوقع أنه الأمر هيوصل لنهاية
النهاية هتكون في مصلحة الطرفين وتحقق المصالح المصرية من الدرجة الأولى. الموضوع ممكن يوصل لمحكمة العدل الدولية ولا مش هيوصل لده؟ يعني أنا أقدر، هو كل البدائل بالنسبة للجانب المصري واضح، ولكن الجانب المصري الأول بدأ في مفاوضات ثنائية، في مفاوضات ثلاثية، ثم دخل جهات إقليمية، ثم جهات دولية وبنك دولي. فإحنا ماشيين كما ينبغي أن يعني يكون فيما يتعلق ب يعني المشي في الاتجاه السلمي والخيار السلمي. فممكن يوصل الامر للمحكمه الدوليه، ده بدائل، كل البدائل الحقيقيه متاحه، ولكن الفيصل في النهايه، واللي باكده لحضرتك وللساده المشاهدين، انه في نهايه الامر لن يتم المساس، لن يتم المساس باي حق من حقوق مصر في مياه نهر النيل. ان شاء الله نتمنى. بس انا عايزه اسال حضرتك على اتفاقيه 1902، هل ممكن اننا نستند اليها ولا احنا سايبينها اخر مرحله؟ لا لا، بالتاكيد لا، هي في حاله اختيارنا المسار القضاء الدولي. هي احد الاسس واحد الاطر الاساسيه اللي احنا هنعتمد عليها بكل تاكيد يعني. طب لكن انا متوقع انه الموضوع هيحصل في انفراج بصورة واضحة، يمكن قد يكون بعد الانتخابات الأثيوبية. بس على بعد الانتخابات الأثيوبية ممكن احنا في الفترة دي يصيبنا الضرر، يعني ما هو احنا لازم نكون متفقين برضو. لا، هو هيحصل تقارب خلال الفترة الجاية، لأنه هو التصعيد الأثيوبي واضح جدا، هو من وجهة نظري هو جس نبض لردود أفعال الدولة المصرية، والدولة المصرية واضح جدا، وتم اختبارها حقيقي في الفترة الأخيرة بعد 2014، تم اختبارها في عدة مواقف، اختبارات حقيقية بأنها يعني لا تفاوض فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالأمن القومي المصري، ولا تتهاون فيها على الإطلاق. دي رسالة واضحة للجانب الأثيوبي بشكل كبير، وواضحة برضو للقوى اللي بتقف وراء أثيوبيا وبتدعم أثيوبيا في اتجاه التصعيد مع الدولة المصرية. سؤال أخير يا فندم، هل هناك ما يدعو للقلق مننا كشعب بخصوص سد النهضة؟ هو القلق، لمرحلة القلق لا، المتابعة واجب جدا، قضية تهمنا وتهم الشعب المصري كله، لازم نبقى متابعينها ومتابعينها عن قرب. لكن القلق لا، لسبب عندنا قيادة سياسية وإرادة وطنية واعية جدا لمصالح الأمن القومي، وعندنا من القوة وأدواتنا اللي نقدر نحمي بيها مصالح الأمن القومي وحقوقنا في مياه النيل وفي غاز البحر المتوسط وفي أي مكان على وجه الأرض. بالظبط، ومطلوب مننا احنا كمان كشعب ان احنا نغير عاداتنا في استخدام الميه. احنا بنستخدم الميه بشكل خطا. حقيقي دي سواء حضرتك في مشكله في سد النهضه او ما فيش، لا احنا بالزبط. حياتنا، استخداماتنا في رش الشوارع، في طريقه استخدامنا للمياه في الزراعه، طريقه استخدامنا للمياه في المنازل، دي محتاجه اعاده نظر، لان احنا تقريبا اكثر من 35% من الميه فاقده عندنا. تمام، غير كده محتاجين ندخل في مجال الريسايكلينج واعاده تدوير استخدام المياه بصوره واضحه كبيره، وكمان اعاده استخدام تحليه مياه البحر وكل الحاجات دي، علشان صحيح. نقدر صحيح. ان احنا نسد اوريدي، احنا عندنا فجوه، يعني احنا المفروض بناخد 55 مليار من كام سنه، ودلوقتي احنا بقى عددنا قد ايه، وبناخد برضو نفس الحصه، ودي بقت قليله جدا، فلازم نغير من عددنا. ده غير كده، احنا طموحنا التنموي ايه؟ احنا طموحاتنا التنمويه كبيره جدا. ده معناها ان احنا احتياجاتنا في الميه هتزيد بصوره كبيره جدا، كمان ممكن تتضاعف خلال الفتره اللي جايه نتيجه للمدن الجديده والمجتمعات الجديده اللي هنعملها، التوسعات اللي هتعملها الدوله المصريه، الاراضي الزراعيه اللي هتتم زراعتها. وبالتالي محتاجين بقى كل نقطه ميه، محتاجه حملات سويه في الاعلام، محتاجه تغيير تكنولوجيا الزراعه في مصر، برضه الدفع فيما يتعلق بملف تكنولوجيا تحليه مياه البحار، وده مالوش علاقه بست النهضه، ولكن ليها علاقه بالخطوات التنمويه والخطط التنمويه للدوله المصريه خلال الفتره اللي جايه. يعني
يعني مطلوب مننا كشعب اننا نلتف حول القياده السياسيه ونعزز دو يعني نكون مؤمنين ان هي ده واجب. ده واجب كل مواطن مصري يشعر بانتمائه للبلد وليس انتمائه لجماعه او مجموعه. بالظبط بالظبط. بنشكر حضرتك جدا دكتور علي عطيه مسعود عميد كليه اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه بني سويف.